رغم الزهر اللي متلي لحوم، شو ما تحكي وتشرح لي وتقول حبيبي حبيبي دا نرجع لك مش معقول. عندي سنون وفي عندي هرمي، بعرف شو يعني إذا أنت بعيد، بس حبيبي إحساسي معاك يرجع لي من جديد. في أمل نفسي اقولك مش عايز هدية جبتها لي هو معاكي، بس للأسف للأسف الاسطوانات دي انا قلبت عليها الدنيا وما لقيتهاش. اولا دول مش ليك، دول لبيتنا. ثانيا انا جبتهم وانا لوحدي، شفتهم واحنا بنتسكح في الشارع. شكلك اتبسطتي قوي هناك. عارف ليه؟ عشان انت كنت معايا. بس هو اللي كان معاكي بجد هناك؟ لا، كنت بشوفه صادف، بنام وهو صاحي واصحى وهو نايم. وبعدين مش مهم، المهم ان انت اللي معايا بجد. هو عمره ما كان هنا ولا هنا.